فهد يا اخواني هو احنا في برنامج واقعي ولا يستوي اللي يخطي 10 مرات واللي يخطي مثل اللي ما تستوي. طيب فاذا عاقب نواف بن عياش نفس عقوبه الباقين فهذه كارثه. صح بمعنى ممكن يخصم على الباقين 7000 يرحل نواف بن عياش ابراهيم ممكن يخصم ممكن يرحل الجميع ابراهيم ويستبعد نواف بن عياش. طيب انا اقول طيب انا ليه ما يستبدلون لا 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 انا اشكك انا اشكك ازعجت انت باستبدال المسبق انت عندك حتى ابغى ادخله لا ها بس اشوف ان في ناس اولى من الاشخاص اللي يخالفونه اكثر من مره هل تعلم مخالفتهم هل تعلم انا اليوم اذا ما في جهه ضبط للمخالفات من البدايات سجل عندك فخلاص سلاما على البرنامج سجل في البدايات هذه بالربعه عقال يضحك لا لا اسلم هذه بالربعه و خالد الجعدبي طيب محمد ناصر دنعة طيب كان معهم جميل. 4 آخرين جميل ما أدري هل جميل معهم طيب علاهم هذولا طبعا من يعلمني علمني واحد من المتسابقين يعني هذا اليوم ترثموا اليوم يشوف الوقاحة شوف الوقاحة ويعني والطفولية المنقطعة النظير يعني تلثموا انتظروا العمال لين يرقدون ركضوا طوالي شوتوا البيبان تشويت على العمال على العمال على حارس القريه ليه راح طفول تفاهه حمق سذاجه تدري ليه لان هذه بالربعه طلع في مقطع اول ما جت القضيه كان يقول اما يعني يجي عقوبه في اللي هربوا ولا بنهرب كلنا لا انا اذا المتسابق شاف ان في اشخاص يهربون وما يجيهم عقوبه انا بخالف هذا الكلام اللي قاعد نقوله يا سلطان انا اذا ما عرفت شنو عقوبتي لا تكلمني لا تحاسبني لاني ما ادري اذا اخالف متسابق في نقطه ثانيه ما صار عقوبه هذه مشكله نقطة ثانية. اللي هي نواف بن عياش ما احترم نفسه ولا احترم البرنامج ولا احترم سعد ولا احترم سعد اللي زعل علشان يوم جبناه في المشكله الاولى وسوى سعد سوى لنا بلبله وتكلم علينا سعد تكلمت علينا في الجروب تكلمت سبيس. علينا في تويتر تكلمت علينا في سبيس جيتنا هنا وسويت لنا ازعاج اعذرني يا سعد سويت ازعاج في الاخير انا اشكك في سعد انه هو اللي اقترح على نواف بن عياش اهرب نواف اتمنى انك تكون يعني شوف الكاريزما اللي انت ظاهر بها كاريزما قرطاسيه لان انت فعلا تحرك مره يحرك مسفر السعدي مره يحرك علي عساف مره يحرك سعد السبيعي ومره يحرك الجمهور هي واضحه عليك يعني مره يحرك تويتر فقد شخصيته نواف ما الى الان بدون شخصيه مع احترامي لك هذا الواضح هذا واضح يا اخي طيب امس احنا ماسكين معك جوال يا اخي من باب الادب انت ما تهرب استحي عيب استح من نفسك يا اخي ظهورك مره ثانيه الان تطلع لي في الكونفشن روم بتقول ما هربت راقد في المسرح طيب احنا ما احنا مصورين اتمنى المقطع يعرض لا ضروري طيب يا جماعه الخير عرضوا لنا المقطع شباب اعطونا المقطع اذا هو موجود ناهيك جهزوا ناهيك عن على ان احنا دورنا في كل مكان من اللي دور اخويا قالوا عطنا 20 دقيقه طيب نكثوا القريه كلها فهد ارسل المقطع الحين مرسل الحين ارسل مره ثانيه لانهم يقولون خلف هذه جدده وراح نعرضه الشيء الثاني كثره المخالفات تخلي المتسابق الثاني حتى تقل روحه صح اذا ما كان في عقوبه واضحه خلاص متسابق ما قدر الجمهور ما قدر الشاشه ما قدر الكيان ما قدر الليدر اللي معه ما ادري تقدير هذا اشوف نواف عياش انسان غريب جدا انا ما ادري هل اشوفه غرور اغتر في الثناء اللي جاه ممكن نواف بن عياش انت انسان جيد او ممتاز ليه هالتخريب ذا على نفسك ممتاز فيه لا ما هو ممتاز اللي خالف اكثر من مره لا 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 لا, 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 لا وجهه نظر اسمع لا لا دقيقه لا يمديني اقول انا جالس اناقش تناقشني انا اقول لك هذا سيء الواحد اثنين ثلاثه وهذا جيد الواحد جيد ليش انا اقول لك جيد قبل لا يسوي الامور هذه بالنسبه لي ما في جيد هو منا 7 أيام 4 أيام كم مع جوال مسكنا يومين شخصية نواف بن عياش تعجبني كثير ما قبل المخالفات ما هي بشخصيته هذه شخصية انا اسولف عن شخصية دقيقة يا اخوان طيب انا اسولف عن شخصية معليش يعني طيب انت نواف بن عياش شخصيتك احبها جدا بالعكس اني من اعتبرني واحدة من جمهورك لكن على الاشياء اللي انت تسويها ما لها اي تصنيف اخر غير قلة الحياة الله لا نباكم شرب قالها فهد عيان يا وجه استح لان اذا ما قدرت جمهور ما قدرت ليدر والليدر سعد السبيعي اقرب لك من اي ليدر ايش الليدر هو اللي مهرب يا عيال سعد السبيعي يعني طبيعي ما يقدر سعد يعني محمد بن دعيرب هل تشوف ان الليدر سبب انها تتكرر المخالفه في حال النواف او غيره في حال مخالفته
جبناه وبعدها بيوم جلس يزعل علينا الليدر بعدين تكررت مخالفة نواف يعني هي هي يا المشكلة يا المشكلة في سعد سبيعي أو المشكلة في نواف بن عياش. أنا أقول لك لا تهج تهج عرفت لا تدخل تلفونك داخل تلفونك أو إني أشجع لو المشكلة في سعد كان هرب أول باقي مجموعة أيوة كان سعد القيس ما لا 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 بعد كان لا 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 خلنا بوضح نقطة بس أبو معيانة ولا يهنون الربع لا أنت خلنا نأخذ موضوع بقياس عندي مثلا نواف عياش حلو. وذك اليوم حادثة جميل يوم تعدى على الإعداد سووا سحبوا المايك سحبوا المايك حلو دروا المتسابقين إن أي واحد يخطي على الإعداد شنو راح يصير فيه ينسحب المايك ينسحب المايك وما عاد أخطأ ممتاز فهد نواف عياش دخل تلفون شنو عقوبته ما جاء شيء حرموه به خصموا عليه نقاط ولا شيء ليش الغموض ليش الغموض والله انا اتفق ليش الغموض بالمخالفات في العقوبات بعد. انت سالني الان طيب. الشباب طرحوا شبهه واضحه وانا انقضها الان اللي شبهه ايش معنى نواف عياش ليش ما هرب فهد القيس ليش ما هرب دام سعد سبيعي اللي تقولون انتم المشكله سعد نواف عياش انا هذه المره 10 مليون قلتها جو جالس اقول نواف عياش سعد سبيعي كان متحيز معه اصلا في دخولي ليش في دخوله في البرنامج ما ادري صله قرابه يعرفه اللي اعرفه انا ان نواف اصلا صديق الاخوان سعد أو حاجة زي ما أدري طيب أمس أنا جايب لك يا أخي بينه يا أخي قرينة تدعم دليل أمس سعد السبيعي جاي ما أخذ جوالات نواف بن عياش ليه عشان كيف أنت متسابق الآن كلنا كنا متسابقين الآن كلنا إحنا متسابقين هل الجوال مهم وجوده في القناة ولا لا مهم انا اقول مهم إيه؟ لازم مهم انت عندك ممكن يعطرك يا 10 دقائق تحتاج تكلم احد تحتاج رقم تحتاج اسقاطه ان الجوالات تجي تحتاج تحاسب بالابل بي كيف بيحاسب ايش معنى خذاه في الليل هرب في الصباح في نفس اليوم في نفس اليوم هذه مشكله سؤال واضح والله العظيم والله يا اخي يا اخي صل على النبي يا اخي صل على النبي اللي جالس يسويه نواف عياش سذاجه يا اخي سو يا اخي خلاص يا اخي يا اخي يا اخي لا تقدر سعد لا تحترم نفسك يا اخي قدر ابو عبد الله يا اخي يا اخي استح على وجهك يا اخي قدر نفسك يا نفسك اللي جبناه هذاك اليوم وتكلمنا معك كيفك يا اخي لا تقدر نفسك ارحم نفسك يا اخي ارحم حالك من المنظر السيء اللي كل يوم تطلع فيه يا اخي ايش يعني قلب بربقندا ما بربقندا الان انت جالس طال عمرك بين الرجاجيل وجالسين اربعه رجاجيل يتشرهون عليك ويعلمونك الصح من الغلط قلت لك رجال مشبر معبر يا اخي اليوم الاول ماسكين معك جوال وتكذب بعد يعني فوق البجاحه انه هارب يكذب ما نواف فين كنت أنا ما أبغى جاد سألت نواف فين كنت؟ قال كنت نايم قلت نواف علمني الصدق فين كنت؟ سوى فيها صامل حبة نص كان كنت نايم قلت تعال فين في المسرح؟ عرفت؟ طلع من المسرح قال نايم على الكرسي يا آدمي أنا في المسرح أنا وعزيز أنا وعزيز دخلنا المسرح دخلت المسرح أدور السلم معقولة ما شفتنا ما شفناك ما كنت مختفي يعني كنت لابس رداء الأخفاء يعني ولا كيف؟ أترك أنت في قلة في قرن الضلع هناك وسلمان ملهي هناك ومحمد بن ريح يطردكم ومختار صور واحد اثنين ثلاثة كيف تجحد؟ كيف تجحد؟ بيقول مو بنا يا أخي ترى الكذب ترى ما عندي خلاف أنا الرجال يصمل ويقدح ويهرب ما عندي وهو بعيد والله العظيم أنا ما عندي أنا عندي مشكلة أنك تقدح ومتلك فيها ومتكذب والله العظيم نواف بن عياش جتك التهايم في المسرح اللي صار مسرح جريمة ما هو جت التهايم طيب. هو المتهم السؤال تدري ليه كذب؟ ليه؟ لأن نواف عياش جبان كذب اللي ما يواجه أخطاءه جبان يمكن تغطية ترى اللي يغطي بعد لا 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 تبغى شجاعة خلاص صدر المشي لا يا حبيبي قلت بين المطرقة والسلدان طيب أقل طيب. ما فيها يا أخي أقل ما فيها طيب جميل يا أخي احضرني يا صوت بنطلب بس المتسابقين من تبون نواف ولا سلمان ولا محمد اترك شوف السماج شوف التفاح اعذر سلمان ملهي محروم من البث راقد ومحمد مفرح الهارب الثاني محروم من البث راقد خلاص اعطوني نواف بن عياش ما في الا نواف بن عياش اعطوني نواف اعطوني نواف السذاجة وين اسمح لي السذاجة وين السذاجة يا اخي مسكنا واحد من اخوياك ورجع سلمان يوم شاف خوي سلمان يوم شاف خوي يهمسك قلت سلمان ترى بستبعد فلان ان ما جيت بستبعد ما جيت والله لا حمله تعال والله انه رجع جابه راكب خلاص خطا وجيت رجع ولا جاب هركان طيب لا هو رجع ايوه رجع قال بجي نواف عياش سوى جحد الاثنين حتى بعد المصيبه جحد الاثنين والله انه جحد الاثنين والله العظيم يا اخي تساؤلات انا بقول شيء انا بس